بالقرار الأخير كانت البداية، اجمعت بين الطب والفن مع عبد الله الفنانة والدكتورة هبة الدري. مساء الخير مشاهدينا، ومساء الخير للفنانة والدكتورة هبة الدري. مساء النور. هبة، عرفناك فنانة ودكتورة، واليوم نشوفك رياضية وخبيرة تجميل وخبيرة بشرة، متى صار كل هذا؟ والله شوف، لا موضوع كرياضة ما رياضة، مع زيادة الوعي عند الناس صرت أنا من ضمن الناس هذه، صار عندي زيادة وعي تجاه الرياضة والأكل الصحي وشغلات هذه. تعطيني منها بالكويتي ولا بالمصري؟ لا بالجوز. أنا بطلت أتكلم مصري خلاص. ليش؟ لا يعني ضغط ضغط ما له حل. هبة، الفن يوكل خبز ولا البوتيك؟ لا يوكل خبز جدا. الفن ولا البوتيك؟ لا الفن طبعا. بس صار عندك بوتيك اليوم؟ صار عندي بوتيك، اي نفس، احنا 93 سيلبرتي. في اقبال قاعد تشوفين؟ اي الحمد لله. حتى اسم هبة يسوق اليوم. اي وانا على فكره ترى ما اختار اي شيء انزله، اختار الشيء اللي انا صدق مقتنع فيه احطه. حلو، يضايقك هبة لو يقولون اليوم عن هبة الدغري فاشينيستا؟ نو، بس انا مو فاشينيستا، انا ممثله بنفس الوقت. ممكن تصنف الفنانات بلوجرز. الوسط الفني يتحمل دخول فاشينستات؟ ليش ما نتحمل؟ يمكن البنت موهوبة، يمكن عندها يعني تقدر تمثل ووجه جميل على الشاشة وكاريزمتها عالية. على الرغم من الأعمال الكبيرة اللي قدمتها في بداياتها، إلا أن وجودها الآن لم يعد كما كان. لا الحين في حسبة أخرى، في الوقت هذا كان إحنا 3 أو 4 ممثلات فقط مع بعض. الحين ما شاء الله الساحة صار فيها عدد كبير من الفنانات، فنانات حقيقيات، فنانات شو. بس اليوم طموحك هبة إن بعد أكثر من 20 سنة في المجال الفني ما نشوف هبة في بطولة مطلقة؟ لا لا انسى بطولة مطلقة، ما في بطولة مطلقة. ليش؟ حلو إن أنت تشيل مع غيرك وغيرك يشيلك وتساندون بعض بالمشهد وتشيلون بعض. كمان عن جيلك هبة ولا جيلي وجيل اللي بعدي وجيل اللي قبلي؟ يعني لا الجيل اللي قبلي يعني ما اقدر اتكلم عنهم، الرواد ما اقدر اتكلم عنهم. لا جيلي وجيل اللي بعدي واللي بعدنا بعد، يعني كل 10 سنين قاعد يطلع مجموعه من النجوم، ما حد فيهم قاعد يشتغل بروحه. يعني اليوم انت هبة، هبة الدغري، عبير احمد، باسمه حماده مثلا، لم يضر، ما ولا واحده منكم كانت في عمل بطولة؟ ما نفكر بهالشيء، ما نفكر بطريقة. منو عندنا اليوم بطلات مطلقات؟ لا ما في، يعني اللي تفكر تسوي راح تفشل. كان شوف تفاهم واضح بينك وبين الفنانة هدى حسين، خاصة في الفترة الأخيرة، هل نقول أن الفنانة هدى حسين تبنت هبة الدغري فنياً؟ أنا لي الشرف، إذا تبنتني لي الشرف طبعاً، بس هذا اللي أقدر أقوله بختي أنا قاعدة أمثل مع هدى حسين يعني. على الرغم من نشاط الحركة الفنية، إلا أن لا تزال الشكوى من أزمة النصوص مرفوعة. لا في طبعا مشكلة في النصوص، لا في طبعا. كانت شغلين هذا؟ لا في أزمة نصوص. عبارة عن شنو؟ نبي نخلي الشباب الكتاب يعني يتكلمون في مشاكل الشارع. يعني عادي جدا يقول لك مثلا ما اقدر اتكلم عن شخصيه فاشينيستا، انا ما اقدر اطلع فاشينيستا مثلا. ليش؟ لا تسوي مشاكل مع فاشينيستا، شكو. نتكلم في مشاكل فن ما نقدر نتكلم في مشاكل، اذا شلون نتكلم؟ شنو؟ بيت ابو حاكر بناته، ام باقت الفلوس، هذه هي قصصنا. بس مع هذا قاعد تشتغلين هبه؟ قاعد اشتغل. وفي كتاب قاعد يطلعون يدك؟ شور اي بس هم المقيدين. يعني الادوار تكون عاجبتك مو غصبا عليك؟ اي لا ماكو شيء غصبا علي، انا بمزاج اشتغل متى ما بغيت، يعني انا قاعد اشتغل عملين في السنه ترى مو اكثر، واحد خارج رمضان واحد في رمضان. هالسنه شوي زدت بشيله صارت 2 برمضان. هبه الدغري مقدره بالوسط؟ اي لا جت فتره في النص ما كان في تقدير نهائيا. يعني تقدير كادوار ولا كاجر يكون لي؟ كادوار. الاجر انا ما اتناقش فيه، خاصه الناس عارفه، المنتج عارف اجره. الناس عارفينه ولا بس المنتج؟ المنتج فقط. الناس مو مهم يعرفونه؟ لا شكو الناس. بيعطوني معاش؟ لا طبعا، حب الجمهور يساوي فلوس الدنيا. هبه، منو تشوفين نفسك من فنانات الوطن العربي؟ اشوف في ايكون كذا انا بحبها، يعني 2 حياة الفهد وعبلة كامل. في هوليوود على صعيد الكاركترز جيسيكا ألبا. في بوليوود
تقريبا. شوف يعني انا شواريه تعجبني، سوى دور العيوز تو ما اذكر شنو العمل بس شفت البرومو ماله يعني اي لايك ات. الفاشينيستا الاكثر تجددا في اطلالتها اوكي عهود العنزي ولا فوز الفهد؟ عهود تعرف حق نفسها شيء احبها ما ادري، قريبه لقلبي على فكره، واي شيء تحطه بسنابها اروح اشتري. فنانه تشوفينها فاشينيستا ناجحه، بثينة رئيسي ولا امل عوض؟ اثنينهم احبهم كفاشينيستا ناجحه، كفاشينيستا فنانه ناجحه، نقدر نقول في العمق الفني اكثر بثينة. نجم شباب دون منازع، بشار شطي ولا فؤاد علي؟ بشار. هبة الدغري جاهزة للاتهامات؟ هبة الدغري أنت متهمة بأخذ دور الفنانة هند البلوشي في مسلسل جود بطريقة غير مهنية. لا 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 على فكرة ترى أنا آخر ممثلة موقع العقد أنا وأمل عباس، حتى رحنا مع بعض. ما كان في تبديل بين دور شو لا كان دور هند وأمل العوضي لما كانت أمل موجودة صار بين هند وفوز، يعني صار التبديل بينهم مو أنا سلوى بروحها خط ثانية. هبة الدغري أنت متهمة بعدم السعي لحل الخلاف مع الفنانة القديرة حياة الفن. سعيت مرة مرتين ثلاث بس إنه ما صار، ف شرارة المشكلة انتهت، والمشكلة انتهت كلامنا فيها سنة وسنتين وثلاث وأربع، الحين ايش كثر صار لنا وايد الحين صار في فرصة انكم ما ادري اذا فرصة متاحة ولا لا، يمكن فرصة مو متاحة، يمكن اروح اطق باب بيتهم وتقولي لا مو مسموح ايش يصير فيني. لا ما حاولت تدخلين وصلات لا والله دخلت وايد ناس وناس وايد يمنون عليها بس ما في، اعتقد انه ما في مجال. تبقى فنانة قديرة؟ أكيد أكيد طبعاً، يعني حياة الفهد أنا توني شنو قلت لك she's my icon، يعني هي وعلى صعيد العربي عبلة كامل. هبة الدغري أنت متهمة بعدم المحافظة على نجوميتك وخليتي الفنانات اللي بعدك يحلون مكانك، وينهم الحين؟ وينهم؟ يعني الفنانات اللي حلوا مكان هبة قبل كم سنة ساحة تغربل كل فترة، الزين يتم والمو زين يتنحى جانبا أو خاصة المنتجين ما يفكرون أنه يبونهم مرة ثانية. مثل منو؟ مو مشكلة، مو موضوعي أنا ما طالع غير. شوف أنا في النهاية قاعد أقول لك ما في أحد يأخذ مكان أحد، ممكن فترة نهب بأحد معين وينطفي، وممكن هذا الأحد المعين لما نهب فيه يصير خلاص عادة مثل ما يقولون. بس هبة ما كانت تهبة، لكن تهبة شلون بالتسعينات كنت وايد هبة أوفر. واليوم دلال الضاوي، يعني كنت أمشي في الشارع الناس تناديني دلال الضاوي، يمكن أنت لأنه ما في سوشيال ميديا فما كنت تحسون بالهبة. الهبة صارت من وراء السوشيال ميديا، فاللي يطلعون في عصر السوشيال ميديا هم هبة. لا مو كلهم، أنا أقولك هم تطلع شيء الزين يتم ومو زين خاص يقعد بالبيت بعد كم سنة. طبعا هذا ما نقدر نقرر من أول سنة سنتين نشوف. يعني أنت قدرتي خلال أكثر من 20 سنة كنت هبة؟ أنا ثابتة. إيه أنا يعني لا قلت أنت إن كنت هبة، كنت هبة بالتسعينات شلون 97 98 99 2000 2001 كنت فل هبة. حلو إنه هبة الدري ما أدري شنو كذي، وحتى ما كانوا يدرون إن أنا مصرية، يعني حتى يبحثون شنو جنسيتي. بعدين صرت ممثلة مفضلة، صرت والله نحبها لأنها طبيعية عفوية. الحين شنو؟ الحين نحبها لأنها مثلاً تمثل أدوار وايد واقعية ما نحسها تمثل، بلس أنا ما لعبت بويها. إذا سويت تجميل راح تكرهوني. هبة أنت متهمة بأنك تشوفين نفسك على بعض الفنانات كونك دكتورة وجامعية، وبعض الفنانات يمكن عندهم شهادة متوسطة. كلش لا، بعيدة كل البعد عن هالنقطة هذه. يعني شوف يمكن أنا استغل شهادتي إن أنا أعالج الناس باللوكيشن أو بالمسرح، مو شرط إن أنا دكتورة أصير أنا فل مثقفة، يعني ممكن واحد معه شهادة ابتدائية بس يعرف يتكلم. يعني ما يضايقك إذا فنانة طلعت في شهادة متوسطة مثلا وخذت نجومية اليوم أكثر منها بالدرجة؟ ما له شغل الشهادة، ما له شغل، الفن يركز على شغلتين كاريزما وأداء واقعي. هذا كان رد هبة الدغري على الاتهامات. مشكورة هبة، ويلكم، يعطيك ألف عافية، شكرا وايد على اللقاء، إن شاء الله أكون
كنت صريحة وما كنت جرحت أحد. قرين تعترفين على كل شيء قلتيه في هاللقاء؟ أنا أخذكم هبة دري، أقر وأعترف بكل كلمة قلتها في هاللقاء، إن شاء الله اللقاء يعجبكم. شكراً لك هبة. شكراً. أشوفكم في حلقة قادمة طبعاً.